most influential women هو بدأ كحركة صغيرة قوي. أفضل أو أكثر 50 سيدة مؤثرة في الحياة العامة. أهلا بكم في هذه القمة الاستثنائية، أول قمة من نوعها. يسلط هذا الحدث الضوء على الدور المحوري للمرأة في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 باعتبارها قائدة في أماكن عملها وأسرها ومجتمعاتها. On this occasion of the 16 days of activism on gender-based violence, we mark an important global commitment to end violence against women and emphasize the positive aspects of increased women participation in public life. احنا فخورين جدا ان احنا فعلا بنشهد عصر ذهبي للمرأة المصرية. مصر طول عمرها داعمة للمرأة، والدولة المصرية بتحافظ على المرأة لأن هي عندها إيمان كبير بدورها. أي مرأة بتشتغل مش بس عليها دور إنها تأدي عملها، ولكن لما بتنجح بتفتح الباب لنساء أخريات. كلنا فخورين بالمرحلة اللي احنا عايشين فيها، العصر الذهبي للمرأة، تمكين المرأة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً. الحقيقة المرأة المصرية اقتحمت كل المجالات الفنية والثقافية وبقوة. تمكين المرأة لا هو منحة ولا هو هبة، ولكن هو حق مهم جدا وتأثيره الاقتصادي مهم جدا على مستوى القطاعات وعلى مستوى الدولة المصرية ككل. Top 50 most influential women بنعمله كل سنة لأنه يرفع درجة الأمل ودرجة الطموح ودرجة التمني عند الستات للنجاح. احنا بدأنا 50 ست، احنا دلوقتي عددنا 500 ست، واتصور ان شاء الله ان احنا خلال سنه او سنتين هنقدر نوصل ل1000 ست تقريبا. The Cuba Palace will be now lit in orange. إنارة قصر القبة من أعظم القصور التاريخية المصرية باللون البرتقالي، تضامن مع مواجهة العنف ضد المرأة. We have chosen orange, a color that is strong, a color that reminds us that this is absolutely necessary. ده القصر اللي كان فيه الستات الأميرات بيقوموا بدور كبير في تنظيم الحياة وبناء الأسرة المتكافئة، أسرة الملك بأولاده، زوجته، بأمه، بأخواته البنات. فاخترنا المكان ده علشان نسترس على الدور اللي دايماً المرأة المصرية كانت بتلعبه على مر العصور. فالحقيقة علشان نربط السكسس والمجد والجلوري اللي كان موجود قبل كده بالحاضر بتاعنا مع التمكين الكبير اللي بقى حاصل للمرأة خلال السنين اللي فاتت. It's very big to be awarded among 50 most influential women. لما بتكون في ست عاملة حاجة بتغير الواقع، الناس بتشوف ده. الأورد دي بتأكد لي المجهود، بتأكد لي إن أنا ماشية في الطريق الصح. بشجع كل بنت وكل سيدة إنها تبص لقدام وتبدأ تحلم وتنفذ حلمها. أنت موهوبة، أنت قادرة، أنت قوية، أنت مبدعة، أنت ملهمة. كل ما تقعي هتقفي، وكل ما تقفي هتقوي، وبالتالي هتقدري إن أنت توصلي. كل واحدة بتخدم التوب 50 بالتميز بتاعها.